السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت ولاية الصيف في الساعة الأخيرة على وقع خبر صادم وفاجئ لما بعد وفاة ابن طبيب وأستاذة بطريقة مروعة على يد صديقها. وحسب مصادر إعلامية محلية فإن ضاحية والمدعو النسائي يبلغ 23 سنة تنقل رفقة الصديقين على متن سيارة سياحية من بيضاء برج إلى بلدية التلة. ولما وصل الثلاثة إلى منطقة السبخة وهي غابة صغيرة نشب بينهم خلاف حد سرعان ما تحول الاشتجار بالأيدي ليخرج بعدها المتهم على حد ويوجه به ضربة مميتة للضاحية والذي ظل يتخبط ويصارع مصيره إلى أن فارق الحياة. وقلدت المصادر أن المتهم سلم نفسه لمصالح درك الوطن وتحقيقات ما زالت مستمرة.